عليكم ومرحبا بكم في حياة مريم. اليوم 17 في رمضان وغادي نبدا هذا النهار واحد الصوبة ديال ولا الشوربة ديال الخضرة. غادي نحتاج البروكولي. ما كنفهمش علاش، لان الله كان تقدر البروكولي تيكون خضر كدوز يومين كيصفر، ما فهمتش. لي زيبينار هنا جوج تكنول دجاج و جوج ديال الدجاج ولكن ماركه واحده اخرى، بويون ديال الدجاج، جوج بطاطات خيزو، وهذه واحد المكرونيه صغيره اللي غادي نستعملها في هذه الشوربه، ملح والابزار. قطعت البطاطا وخيزو مرصويات صغار وقطعت البروكولي مزيان. ودابا غادي نبدا الصوبه. في الطنجره درت الماء على نار متوسطه، غادي نزيد لي بويون ديال الدجاج ونخليهم يذوبوا. دابا لي ولا الماء تيغلي غادي نزيد الخضره، البروكولي، البطاطا وخيزو، وغادي ندير الملح والابزار. ودابا لي تقريبا طابت الخضره غادي نزيد شي شويه ديال ديك الباستا الصغيره ولي زيبينار. نخليها واحد 5 دقائق ومن بعد نطفي على البوطه ونسد على الطنجره. هذا هو الشكل ديال الصوبه ديال لاطاب. ودابا غادي نصيب لزاد البيتزات بنكهات مختلفه، وهادو هما القوام اللي غادي نحتاج. الخبز ديال البيتزات غادي نحاول نحط واحد الرابط مباشر باش تفرجوا في الوصفه الا بغيتوا. موتزاريلا، صلصه ديال الباربيكيو، الفريدو بالثومه، والمارينيرا. هنايا شحرت البصله الحمراء والبيضه بالزيت العود وشويه الملح والابزار، دجاج مقطع بالملح والابزار والزيت العود حتى هو، طون ستيك من الشوا، فرماج البارميزون. هنايا عندي الزعتر الملح والابزار. بالنسبه للخضره غادي نحتاج لي زيبينار، الفقاع ولا شامبينيون، الزيتون الكحل، الثومه، وفلفله مقطعه مشويه. هادي غادي تكون البيزا ديال الطون، المارينارا صوص. ودابا موزاريلا، طبقه الموزاريلا، الفلفله مشويه، دابا الطون. زيتو الكحل، شويه ديال الزعتر يابس، وندير الفرماج من الفوق ديال الموزاريلا. شويه ديال الثومه و البارميزان، و البارميزان تشيز. الفرن تاعي على درجة حرارة 350، و غادي ندخلها الفران حتى الفوق يكون محمر. و دابا غادي نبدا بالبيتزا ديال الدجاج بالفقاع و لي زيبينار. غادي نستعمل الفريدو صوص تكون مسمى بالثومة ولا الصلصة البيضاء. ودابا الفرماج، موتزاريلا، الشامبينيون ولا الفقاع، لي زيبينار. ودابا الدجاج، ملح و لبزار، موتزاريلا، ثومة مشلطة مزيان، و بارميزان ولا البارميزان.
دابا غادي نصيب البيتزا ديال الباربيكيو والدجاج. الباربيكيو الموزاريلا والبصلة المشحرة وهاد الدجاج لي شاطلي، غادي نزيد معاه شي شوية الباربيكيو نخلطو. الملح والبزار والموتزاريلا من الفوق. وهذه هي طبلة الفطور نهار 17. هادو هما البيتزات، ثلاثة نكهات البيتزات. هادي بيتزا الألفريدو مع الدجاج والفقيع الشامبينيون ولا زابينار. هذه البيتزا ديال مارينيرا وتونا ستيك. هذه البيتزا ديال الباربيكيو بالدجاج والبصلة مشحرة. هذه الشلاطة ديال سيزر صوص كتكون فيها الخس، الصلصة ديال سيزر والكروتونز، داك الخبز اللي تقرمش. هادو لي زيكليغ الصغار اللي تيكونوا معمرين بلا كريم. هادي الشوربة ديال الخضار، عصير ليمون، حلوة رمضان والتمر والتلاح. فطوركم مبارك ونشوفكم بألف خير. مع السلامة، وفي الحلقة إن شاء الله 18 في رمضان.